اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى ثاني نشره اخباريه من التناصح، ونستهل بابرز العناوين. مظاهرات في طرابلس ومصراته للتنديد بانتهاكات حفتر ودور البعثه الامميه السلبي. قوات الجيش الليبي تحاصر ميليشيا الكرامه في مدينه غريان. بعد تصريح بشاغة بوقف التعامل مع فرنسا، السفارة الفرنسية تقول أنها تدعم حكومة الوفاق ولا تدعم هجوم حفتر. للتفاصيل، السلام عليكم ورحمة الله. شهدت ميادين العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة تنديدا بهجوم ميليشيات مجرم الحرب حفتر على العاصمة والمنطقة الغربية، وما خلفه هذا الهجوم من خسائر وترويع للمواطنين. ردد المتظاهرون شعارات تدعم عملية بركان الغضب التي أطلقها الجيش الليبي ضد ميليشيات حفتر، وشعارات تندد بالتدخل الفرنسي والمصري في الشأن الليبي ودعمهم لحفتر. وعبر المتظاهرون عن استنكارهم للدور الفرنسي في دعم مجرم الحرب حفتر وسكوت البعثة الأممية عن انتهاكات ميليشيات الكرامة. مظاهرات حاشدة داعمة لعملية بركان الغضب يعلنون رفضهم للاعتداء على العاصمة. هو اعتداء على دماء أهل طرابلس، اعتداء على سيادة ليبيا بأموال سعودية، اعتداء على مدنية الدولة، اعتداء على ما تبقى من دولة المؤسسات والقانون. عسكر ظن أن طرابلس لن تصمد أمام آلته العنيفة المدعومة من الإمارات والسعودية، فخاب هذا الظن الأحمق بقيادة متمرد ظن أن ليبيا عدم فيها الأحرار الذين سيقولون لا للحاكم العسكري. ظن أن عروس البحر سترقص له ولجنوده. وقال متحدثه الرسمي لنساء طرابلس: قائدنا العام يأمر كنا باستقبالنا بالزغاريد. الذين الآن هم جاهزون وتنصمع زغاريد الطرابلسيات بإذن الله تعالى عند ما يظهر في الأفق. لكن المظاهرات قالت لا، العاصمة طرابلس كانت الهدف هذه المرة، صوبوا نيرانهم عليها وعلى أهلها وكل شيء بها، حسدوا أبسط الأشياء فيها، ولكن رغم كل ذلك ستبقى طرابلس عروس البحر التي تحتضن الجميع على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم. تبقى طرابلس هي العاصمة التي تجمع الليبيين، لن تشوهها صواريخهم ولن يذهب ببسمة أهلها الخوف الذي يتفننون في صناعته، لن يركع أبناؤها كما فعلوا هم، بل ستبقى طرابلس هي طرابلس. ففي ميدان الشهداء حطمت إمبراطوريات عدة، وعلى سواحلها هزمت الغزاة، وهي التي أطلقت الضربة القاضية على نظام استبدادي عسكري، وها هي اليوم تقول كلمتها لخليفته. وينضم إلي عبر الهاتف خطيب وإمام جامع أو مسجد بن نبي الشيخ عبد الرزاق مشارب. شيخ عبد الرزاق أرحب بك. السلام عليكم شيخ عبد الرزاق. طيب، يبدو أنه ليس جاهزا بعد. على أي حال، قصفت ميليشيات مجرم الحرب حفتر منزلا لأحد المواطنين بمنطقة السواني في ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة دون أن تخلف ضررا بشرية. صاحب المنزل نور الدين شكريب أكد بأن الصاروخ استهدف بيته المؤلف من ثلاثة طوابق وألحق ضررا بالغة، وتساءل عن دوافع القصف والعدوان على بيته رغم أنه يقع في منطقة زراعية نائية وبعيدة عن كل المظاهر المسلحة وليس بقربها أي من الثكنات العسكرية، داعيا حكومة الوفاق إلى زيارة منزله ومساعدته في محنته. ما
تواصل ميليشيات مجرم الحرب حفتر عدوانها على العاصمة للأسبوع الثالث على التوالي، ولا تزال قذائفها تحصد الأرواح وتفتك بالممتلكات وتدك كل مناحي الحياة في طرابلس، لتكون شاهدة على أبعاد الانقلاب العسكري لحفتر وحقيقة عدوانه الغاشم على الأبرياء. المزيد في التقرير التالي. في جنح الظلام والناس نيام، تستمر ميليشيات مجرم الحرب حفتر في قض مضاجع الآمنين في العاصمة وضواحيها. وهذه المرة منزل أحد المواطنين الأبرياء في منطقة السواني يتعرض للقصف والترويع والإرهاب في إحدى حلقات مسلسل العدوان الغاشم على طرابلس. مشاهد الدمار والخراب واضحة للعيان، حيث حضرت عدسة التناصح لتوثق الفتح المبين الذي ادعاه مجرم الحرب حفتر في انقلابه العسكري الأخير. المواطن نور الدين المبروك يقطن في منطقة السواني المركز بالقرب من مستودع البلدية. تعرض بيته المكون من 3 طوابق للقصف في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وسط حالة من الذهول والصدمة انتابت عائلته والتي تجنبتها القذائف من الإصابات المباشرة. ولكن مشاهد الذعر والهلع والرعب من آثار القصف المباشر على المنزل لم تتجاوزها، وخاصة للأطفال والنساء. ما البيت طبعا قصف ليلة الجمعة حوالي الساعة 2:30 ليلا بصاروخ طيار، طبعا طائرة في وارض. انتوا شفتوا المبنى وشفتوا الأضرار، حوش مدني، بيت في أرض زراعية، لا معسكر ولا أي شيء تاني. الموقع البيض؟ والموقع في السواني طبعا، في جوار مستودع البلدية. والكم يسكن في 7 أرواح، 5 صغار وأنا وزوجتي وأنا. كيف تقيم الأضرار؟ والله تقييم الأضرار هذه ما نسقمش قيمها، لأنها تبي مهندسة وتبي تقديرات، وأنت عارف الوضع تو الغلاء وعارف الأشياء. شوف الأتات اللي مكسر، وشوف المبنى كيف ماشي كلها باستمرار، يبي معالجة جديدة كلها تطيح، ويبي خدمة جديدة غير صالح للسكن طبعا. وأنا مشكلتي معناها كيف سكن، وين نسكن بصغاري؟ جاي شهر رمضان وجاي ظروف المعيشة، وعارف لازم نشوف حل لنفسي، أو تشوف لي حكومة الوفاق تشوف لي حل. شو الكلمة توجهها؟ نوجه لهم يا حكومة الوفاق، يا أمانة الداخلية، يا سيد الزراج، لبيك تزور بيتي وتشبح، لأنه بيت مدني 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 لا تكل ولا شيء. القصف يأتي في منطقة زراعية خالية من أي ثكنات عسكرية أو أي مظاهر للسلاح، وإن تعمد قصفها يبعث برسالة واضحة من تلك الميليشيات الغازية بضرورة إخضاع أهل العاصمة إلى حكم العسكر بأي ثمن. ميليشيات حفتر المتمردة والمتجردة من كل معاني الإنسانية لم تتردد في اتخاذ الأحياء السكنية دروعا بشرية في مشهد بشع يذكرنا بما فعلته من قبل في مدينتي بنغازي ودرنة، حين تعاظم الركام وسالت الدماء وتكدست الجثث. ولكن الله سلم ووفق الجيش الليبي والقوات المساندة له في صد العدوان ودحره على أعقابه ومطاردة فلوله المتقهقرة، تاركاً آلياته الموردة من الإمارات وصحواته أثراً بعد عين. نحب نقول لأهلنا الليبيين كل هذا حكم العسكر شنو يؤثر في هالدمار وهالتدمير اللي صاير في هالمنطقة، هذا غير وصول مدينة السواني بس، ولو قدم غادي شوية ممكن المناطق كلها دي بتنسح من بالدبابات وبالجراد، جايبنا الدبابات جراد بالألاف كيلومترات قطعهم باش توصل الدبابة هذه باش تضرب الناس المدنيين في مدينة السواني. لكن نقول له أنت الحمد لله لقيت أسود توار 17 فبراير المنطقة الغربية بالكامل واجهت هالعدوان.
أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي محمد جنون أن قوات عملية بركان الغضب لا زالت تحافظ على تمركزاتها وهي في حالة تقدم مستمر، وأن سلاح الجو لا زال يقوم بطلعاته وينفذ غاراته على الميليشيات المعتدية. أضاف جنون أن قوات الجيش أمنت الطوق الأول حول العاصمة طرابلس، موضحا أن ميليشيات حفتر لجأت للقصف العشوائي بعد هزيمتها. أضاف جنون أن أعداد الأسرى تتزايد يوميا وأنهم في صدد تحقيق كامل معهم لمعرفة كل من وراء هذه الحملة على العاصمة، وإخراجهم سواء في أرض المدنيين المتواجدين في أرض المعركة أو في مرمى النيران. هذا على الأرض. طبعا عملياتيا اليوم جل اليوم كان هناك هدوء استقرارية، حتى لو توجد بعض المناوشات أو بعض البسيطة لا تذكر. بالنسبة لسلاح الجو الليبي نفذ بين أمس واليوم 17 ضربة جوية، إلى 17 ضربة جوية استهدفت عدة مناطق، الوطية، الجفرة، جندوب، منطقة جندوب جنوب غريان، عمارات الصينية، منطقة سيدي السايح. المناطق جل الضربات كانت ممتازة. الآن ضرباتنا وطيران سلاح الجو، ضربات وخاصة ضربات هذا اليوم هي متابعة ميليشيات الفارة، ميليشيات المدعو حفتر المجرم الحرب الخارج عن الشرعية الفارة. هذه ضرباتنا هذا اليوم جلها كان تركيزنا. قواتنا جاهزيتها ممتازة. وينضم إلي عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي. السيد المجعي يرحب بك. مساء الخير لك صديقي الكريم ولكل مشاهديك قناة النصح. آخر التطورات الميدانية سيد المجعي حتى اللحظة. أولا شهدت اليوم عديد المحاور تحضير أو إعادة ترتيب لما بعد المرحلة الأولى. نستطيع القول بأننا بالأمس اكتملت المرحلة الأولى كما تحدث السيد الناطق العسكري بخصوص اكتمال المرحلة الأولى والتحضير لعملية للمرحلة الثانية من عملية بركان الغضب. تأتي هذه الانتقالة إلى المرحلة الثانية بعدما تحقق من إنجازات كبيرة على الأرض، شهدها الجميع أمس في التحام محور الصواني مع العزيزية وصولا إلى مشارف في مدينة غريان. المحاور الأخرى الآن هم في كما أشرت بأنهم في إعادة ترتيب أنفسهم للتحضير للمعركة للبدء في المرحلة الثانية التي ستتطلب تكنيك آخر وتقنية أخرى، وبالتالي ربما المحور الوحيد الآخر الذي شاهد بعض المناوشات هو محور صلاح الدين أو قناة الفرجان. هناك بعض الشبكات الطفيفة كانت من بعض سنون المتمرد الموجودة في هذه المنطقة، لكن فرق الاستطلاع أو كتائب القوات البنيان المخصوص كتائب الاستطلاع تقول بأن ليس لديه قوة تذكر. سنشهد بإذن الله في الساعات القادمة ما أخرى في نوعية القتال بعدما تم العملية الأولى التي هي صد العدوان عن مدينة طرابلس وإبعاد هذه الكتائب عنها ومحاولة تشتيت قوتهم من خلال صد من خلال ما قام به الشباب في الميدان على الارض او ما قام به مسور الجو من تشتيت وضرب لخطوط الامداد وقطع لخطوط الامداد لهم. طيب سيد المجعي، بالنسبة لمدينة غريان هناك حديث عن تفرق لميليشيات الكرامة في محيط المدينة وأنهم ربما قد يعيدون محاولة الدخول للمدينة مرة أخرى، يعني أعلم أنه ربما هناك سرية في العمليات العسكرية، لكن على الأقل الوضع لقوة حماية غريان داخل المدينة ربما صعب بعض الشيء وهم يحتاجون لهجوم داعم لتحركهم داخل المدينة. بالتأكيد قوات عملية بركان الغضب عندما وصلت بالأمس إلى مشارف مدينة غريان استنشق أو تنقص الصعداء أهلنا عفوا صعداء أهلنا في مدينة غريان حتى بدأوا في عملية التمرد التي شهدناها وتتبعناها ليلة البارحة عندما قام أهالي المدينة بالانتفاض حول هذا المجرم وعن الكتائب، وبالرغم من إحكام القبضة الأمنية على أهلنا في المدينة لكن أهلنا في مدينة غريان لم يرضوا باستمرار هذا العدوان، خاصة وأن الآن في سنة انتظار
الدارين، كثير قوات بركان الغرب موجوده على تخوم المدينه وهي السند والظهير لهم ان شاء الله. قام اليوم كما ذكرت كنسور الجو بتسديد ضربات موجعه للمجرم حفتر في غرفه القياده في غريان او في معسكر سحبان او في العمارات الصينيه اللي هي تعتبر مقر رئيسي ومقر رئيسي له في المنطقه. كل هذه الضربات تاتي تباعا، الاخبار كلها تتحدث عن تفكك في قواته. خير دليل على ما كنا نتكلم به من قطع لخطوط الامداد هو ان اليوم بدا يستعمل اسلوب اخر في عمليه ايصال الامداد الى خطوطه الاماميه، حيث بدا يستعمل في السيارات المدنيه ويوظف العائلات للاسف بشكل مخزي بشكل مذل عندما تدخل سيارات مدنيه حامله الذخيره الى جبهات القتال. هذا يعني بانه خطوط الامداد يعني عسكريا قد قطعت تماما يعني. نعم مشكور. ومن اهلنا في مدينه غريان انما المطر طبر ساعه، ثقوا في جيشكم، ثقوا في قواتكم، ثقوا في الله طبعا قبل كل شيء. لا تعرضوا انفسكم للخطر، ربما خلال الساعات القادمه سنشهد تحرر مدينه غريان ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر مصطفى المجيع المتحدث باسم المكتب الاعلامي لعمليه بركان الغضب، كنت معي عبر الهاتف. ونستقبل مراسلنا من مدينه سرت سالم عطيه. سالم ماذا لديك هناك؟ السلام عليكم شيخ الكريم. التحركات كانت اغلبها بالامس تحت سيطره قوات عمليه بركان الغضب على قاعده التمرين الجوية على تمام الساعه 9 صباحا، تزامنا مع ضربه لنسور الجو في قاعده الجبهه الجويه، حيث استهدفت ضربه جويه استهدفت عتاد عسكري لميليشيات حفتر بقاعده الجبهه واصابت فيها اصابات مباشره. اما عن التحركات في مدينه تمنينت فكانت سيطره قوات جيشنا على القاعده صباحا، وطبعا السيطره كانت في بحر 3 ساعات، يعني الساعه 12 شهدت قوات جيشنا انسحاب تكتيكي في صدد هذه السيطرة على القاعدة. غنمت قوات الجيش عتاد عسكري وسيارات إسعاف، وأما عن تحركات أخرى فلم تشهد الساحة تحركات أخرى حتى الآن. نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل التناصح من مدينة سرت سالم عطية، كنت معي عبر الهاتف. فشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت مساء أمس الخميس في إقرار قرار يضع حدا لانتهاكات المطلوب للعدالة خليفة حفتر وميليشياته، حيث خيم الاختلاف من جديد داخل قاعة المجلس. التقرير التالي يسلط الضوء على مشاريع القرارات التي لم تخرج من مجلس الأمن. ماذا يريد هذا المجلس؟ اجتماعات متتابعة حول ليبيا بعد اعتداء المتمرد على العاصمة ولكن دون جدوى. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد أحد أهم أجهزتها، يعد مسؤولاً عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً للفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. لمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، فقراراته ملزمة على الجميع، لكن الغريب أنه في ليبيا بدا عكس ذلك، لم يكن يسعى لحفظ السلام ولردع المتمردين والمعتدين، بل كان بعض أعضائه أحد أركان الاعتداء. المعركة في ليبيا بين معتد ومعتدى عليه، والمعتدي يقصف المدنيين ويدمر المساجد والمدارس وكل شيء، ناهيك عن تجنيده للقُصّر وانتهاكاته المتكررة هنا وهناك. وقبل كل ذلك فإن الشرعية الدولية بحسب الأمم المتحدة مع المجلس الرئاسي المعتدى عليه، فكيف يفشل مجلس الأمن في اتخاذ القرار؟ ليلة الخميس وبينما الليبيون يمطرون بقذائف المطلوب للعدالة حفتر، انعقدت جلسة مغلقة لمجلس الأمن لم يسرب منها إلا القليل. قالت وكالة رويترز أن مصادر دبلوماسية
أعلمتها أن الولايات المتحدة وروسيا لم تؤيد قراراً دعا لوقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي، وأن روسيا اعترضت على قرار أعدته بريطانيا الذي يلقي باللوم على المطلوب للعدالة حفتر بسبب تصعيده الأخير في العنف، بينما لم تذكر الولايات المتحدة سبباً لموقفها الرافض لمسودة القرار القاضي بإيقاف إطلاق النار. وقال السفير الألماني كريستوف هويسكين أن الهدف من الاجتماع المغلق الذي طالبت الرئاسة الألمانية بعقده كان الاطلاع على ما آلت إليه الأوضاع الميدانية من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، بينما تضاربت الأقوال على لسان سلامة. فنقلت عنه بعض وسائل الإعلام تصريحات منحازة للمجرم حفتر والتي ولدت استنكاراً واسعاً في الشارع الليبي، ليخرج بعدها سلامة على قناة ليبيا الأحرار ويقول: كل ما نسب إلي أعده كذباً أنا لم أقل، لتترك جلسة مجلس الأمن لدى الليبيين تساؤلات عدة وتشكيكات في صدق نوايا دعاوى المجلس لتحقيق العدالة والوقوف في وجه المعتدي. وينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي مروان الدرقاش. سيد الدرقاش، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كلام وزير الداخلية منذ بدء اجتياح العاصمة كان واضحا جدا، وهو أن الشعب الليبي لم يعد يثق في المجتمع الدولي. إذن لماذا البكاء على أطلال مجلس الأمن وأنه فشل في إصدار قرار حتى اللحظة؟ لماذا لا يلتفت إلى الانتصارات العسكرية التي حققتها قوات الجيش الليبي على ميليشيات حفتر، ومن هنا تبدأ نقطة الانطلاق؟ نعم، منذ بداية هذا الهجوم على العاصمة كان واضح موقف المجتمع الدولي بكل مكوناته دون استثناء، يعني الكل تغافل عن هذا الهجوم، لم يستنكر هذا الهجوم بشكل قوي. يعني كل الدعوات كانت دبلوماسية وتعطي حفتر المجال وتعطيه المهلة لكي يحتل العاصمة. كانوا ينتظرون من حفتر الاحتلال العاصمة، وكانوا يظنون بأن الموضوع لن يعني يتأخر عن بضعة أيام حتى يكون حفتر قد استولى على العاصمة، وبالتالي يستولى على الحكم في ليبيا بالكامل. لذلك فإن التعويل على ما سوف يصدره مجلس الأمن من قرارات أعتقد بأنه شيء غير ذي جدوى، غير ذي جدوى. يعني موقف المجتمع الدولي انحسم، هو يؤيد هذا الهجوم على العاصمة أو يتغافل عنه في أحسن الأحوال. يعني لذلك الليبيين الآن مطالبون بأن ينتبهوا أو يلتفتوا إلى الجبهة الداخلية وإلى المعركة على الأرض. ما يغير وجهة نظر المجتمع الدولي هو تغير كفة القوة على الأرض. يعني إذا استطاع بالفعل القوات التابعة الآن لحكومة الوفاق أن ترد هذا الهجوم على العاصمة وأن تحرر أيضا مدينة غريان ومدينة تربونة من ميليشيات خليفة حفتر، فأعتقد بأن المجتمع الدولي مضطرا للتعامل مع الواقع الجديد على الأرض، ولن يستطيع أن يقدم أي دعم إلى خليفة حفتر في ذلك الوقت. لذلك هناك قرارات صادرة من مجلس الأمن لم تجدي نفعا للليبيين، قرار 1970 و1973 الذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا. مع ذلك حفتر يقوم بتوريد كل أنواع الأسلحة من الإمارات ومصر، بل أن هناك قصف يعني أجنبي تحدث عنه ناطق باسم ميليشيات حفتر، ويعني لاحظناه. يعني هناك أيضا غرفة عمليات فرنسية استوقفتها السلطات التونسية وهي تدخل إلى الأراضي الليبية. إذن رغم وجود قرارات مجلس الأمن إلا أن هناك خرق كبير وهناك مساعدة ودعم لحفتر. إذن ما أريد الوصول إليه بأن هذه الأمور لن تؤخر ولن تقدم شيء على الأرض. ما يحقق بالفعل التقدم على الأرض أو يحقق نتائج على الأرض هو يعني ما يفعله الأبطال الآن في الجبهات، وما يقدمه شبابنا الآن في الجبهات من التضحية والفداء
ويضيقون ميليشيات هذا المجرم الأمرين يوقعون به أشد الخسائر من الأسرى ومن القتلى ومن الغنائم التي تقع في أيديهم. هذا هو ما يغير المعادلة وهذا هو ما يحقق النتائج على الأرض وليس مجرد قرارات تصدر من مجلس الأمن ولا يستطيع مجلس الأمن حتى أن يتابعها أو يفرض على أعضاء الأمم المتحدة احترامها. هذا هو كما طيب سيد مروان يعني أرى هو المعول عليه على أساس الليبيين أيضا أن يسعوا بكل ما أوثق من قوة لإيجاد حلفاء جدد لهم بعد أن تضح خيانة بعض الحلفاء. والحديث الجيد هو الذي ينفعك على الأرض هو الذي يقدم لك سواء كان عسكري أو دبلوماسي. نعم. طيب سيد مروان ربما بعد الصمود أو وحدة الحراك العسكري والسياسي في المنطقة الغربية الذي صاحب محاولة اقتحام العاصمة سبب ربكة لدى حسابات البعض خاصة دول مثل فرنسا والإمارات ومصر والتي عولت كثيرا على حفتر وسيطرته الأمنية والعسكرية على بعض المناطق في ليبيا وأنه يستطيع الدخول بسهولة إلى العاصمة وأيضا حتى قرارات المسؤولين التي كانت حاسمة كقرار وزير الداخلية فتحي بشاغة بإيقاف التعامل مع الجانب الفرنسي كاتفاقيات أمنية وتدريب وغيرها. البعض قال بأنها هددت مصالح شركات كبرى بالتالي هذه الشركات ضغطت على السياسيين في بلادها لإنقاذها اقتصاديا ربما هذا هو المعول عليه كثيرا. بالتأكيد يعني الموقف السياسي لأعضاء أو وزراء حكومة الفرق أكيد له دور كبير في تحشيد الدعم لها في المجتمع الدولي. يعني شاهدنا كيف صدرت تصريحات من السفارة الفرنسية في طرابلس وأيضا من الحكومة الفرنسية يعني تنفي فيها نفيا قاطعا أنها تقدم الدعم إلى حفتر بالرغم أن هذه أكاذيب وهم يقدمون الدعم إلا أن حديث نفيهم ذلك يدل على أنهم بالفعل قد تأثروا من يعني قطع العلاقات أو إيقاف التعاون الأمني بين حكومة طرابلس وحكومة فرنسا وهذا بالتأكيد له دور كبير في إنقاص دعم على حفتر أو دعنا نقول ضغط على المجتمع الدولي بكل قواه للتخلي عن حفتر وعدم دعمه في المدة القادمة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي مروان الدرقاش كنت معي عبر الهاتف. أكد عميد بلدية غريان يوسف بدير اندلاع اشتباكات في مناطق تغرنة وتغسات وبني وزير والمغاربة بين قوة حماية غريان التابعة للجيش الليبي وميليشيات مجرم الحرب حفتر لإخراجها من المدينة. وأوضح بدير أن مجموعة من ميليشيات حفتر تقهقرت إلى منطقة الأصابعة وبعضها لا يزال محاصرا في مناطق متفرقة في مركز المدينة إلى جانب انتشار قناصة فوق بعض المباني العالية. هذا وسحبت ميليشيات حفتر جميع جرحاها البالغ عددهم 36 من مستشفى المدينة فيما صرح مصدر عسكري في حكومة الوفاق أن مدينة غريان تشهد انسحابا لميليشيات حفتر في ظل التشتت والارتباك في صفوفهم على حد تعبيره. وفي خبر ورد لنا الآن فقد تمكنت قوات المنطقة العسكرية الوسطى في بوابة اسدادة يوم الجمعة من ضبط كميات من ذخيرة رشاش أو من ذخيرة الرشاشات الخفيفة كانت قادمة من الشرق متجهة لإمداد ميليشيات حفتر. هذه ذخيرة بكدي تم قبض عليها كوبري اسدادة جاي من الشرق ماشية اتجاه مجرم الحرب حفتر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. حي الله الرجال. هذه ذخيرة بكدي تم قبض عليها كوبري اسدادة جاي من الشرق ماشية اتجاه مجرم الحرب حفتر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. حي الله الرجال. التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشير أثناء زيارته لتركيا اليوم الجمعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر الرئاسة في اسطنبول. وبحسب بيان نشر أو نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فإن اللقاء ناقش تطورات الاعتداء على العاصمة والمنطقة الغربية وبحث سبل إنجاح الحل السلمي للأزمة في ليبيا. ويأتي اللقاء بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار بريطاني يطالب طرفي الاشتباكات في ليبيا بوقف إطلاق النار. ندد متظاهرون ونشطاء وحقوقيون من أمام السفارة الفرنسية باسطنبول بالتدخل الغاشم للحكومة الفرنسية في الشأن الليبي بطرق غير شرعية ودعمها لميليشيات مجرم الحرب حفتر. طلب المتظاهرون خلال وقفتهم المجتمع الدولي بالانحياز نحو الحق والحكومة الشرعية ورفع الغطاء والدعم عن ميليشيات حفتر الانقلابية. جميع القوانين الإنسانية انتهكت في هذه الحرب التي شنت على الشعب الليبي منذ 4 سنوات. منذ 4 سنوات الانقلابي انقلب على الدستور الذي اختاره الليبيون وانتخبوا على شعب تحت رايته ووفقا لاحكامه مؤسساتهم الدستوريه والتشريعيه بديمقراطيه وبشفافيه وبنزاهه شهد لها العالم. شهدتم لنا باننا كنا منحازين الى الديمقراطيه. لماذا انقلبتم علينا؟ لماذا تحالفتم مع اسوأ ما عندنا في مجتمعاتنا؟ عندكم من هذا النوع، عندكم في مجتمعاتكم النازيون وعندكم الفاشيون، ولكنكم تحالفتم مع أسوأ عندنا. نريد منكم أن تتحالفوا مع أحسن ما عندنا، تمكنوا شعبنا من أن يختار صفة مجتمعه. لا تفرضوا علينا خياراتكم، لا تفرضوا علينا النازيين، لا تفرضوا علينا الفاشيين، لا تفرضوا علينا الديمقراطيين بدعمكم لهم. نريد لشعبنا أن يختار بإرادته الحرة من يدير شأنه ومن يتمكن من محاسبته. نريد لشعبنا أن يعيش حرا بكرامته ويبني دولته. لا نريدكم أن تقفوا ضدنا ولا نريد أن تقفوا حجر عثرة أمام الديمقراطية. قامت قوات خفر السواحل التابعة للجيش الليبي من تسيير دوريات تابعة لها وتكثيف وجودها في السواحل الغربية، ذلك لرصد أي زوارق تابعة لميليشيات الكرامة للتعامل معها. أفاد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، العمليات العسكرية ضد ميليشيات الكرامة مستمرة برا وبحرا وجوا للقضاء عليها ودحرها. أعربت السفارة الفرنسية في ليبيا عن تفاجؤها من تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي بشاغة بشأن إيقاف التعامل الأمني بين البلدين. نفت السفارة كونها طرفا يدعم المجرم حفتر في هجومه على طرابلس مجددة دعمها لحكومة الوفاق داعية لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار بإشراف البعثة الأممية. كانت صحف إيطالية وأوروبية أكدت أن فرنسا أعطت الضوء الأخضر لهجوم حفتر على طرابلس، ذلك في زيارة لصدام بن حفتر لفرنسا عبر طائرة فرنسية. ومعي الإعلامي والكاتب الصحفي عصام الزبير. سيد الزبير أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وجمعتكم مباركة. حياك الله سيد عصام. هل فعلا يمكن أن تؤثر المظاهرات الشعبية للجالية الليبية أمام السفارات الفرنسية؟ في صوت بس كان. أيوة، هو حقيقة الأمر هؤلاء دائما يتعاملون بالعنجهية ويتعاملون بتكبر ودائما يعتقدون في أنفسهم أنهم هم الذين يسيطرون على كل شيء، ولذلك هم لا يريدون من يعاندهم أو لا يريدون من يقف أمامهم، ويعتبرون أن ما يفعلون به من أضحوكات على الناس أنها هي أمور عادية جدا في طبعهم. هذه العنجهية وهذه التكبر
هذا لا يصنعونه مع أمريكا ومع الدول التي أقوى منهم ومع الدول التي تجابهها، لكنهم يصنعونها مع الدول البسيطة التي يكون وزارة خارجيتها ضعيفة أو التي تتعامل بضعف معهم أو التي تركع لهم أو التي ليس لديها موقف قوي. أعتقد أن السفارة الفرنسية في ليبيا تعلم جيداً أن الليبيين يعلمون ما يحدث في ليبيا ويعلمون من الذي يزود حفتر ومن الذي يتعامل معه ومن الذي يتعاطى معه، وهذا ليس ببعيد عن الليبيين الذين يكتشفون كل يوم حقائق. نحن رأينا حتى على صحيفة الصحيفة الإيطالية الجمهورية لابريكا، هذه الصحيفة قالت بأن صدام وشخصية أخرى ذهب على متن طائرة فالكون، الطائرة التي هي خطوط فالكون، إلى فرنسا وأخذوا الضوء الأخضر على أساس الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، وهذا واضح جدا. بعد ذلك أتى الهجوم بعد زيارة حتى السعودية وبعد زيارة فرنسا، وهذا واضح لا يمكن تكذيبه. أيضا لأننا تعودنا على كذب فرنسا حتى أيام سرايا الدفاع عن بغازي، عندما اقتربت في النوفلية رأينا الهليكوبتر التي سقطت وكانت فرنسا تقول أنها ليس لديها جنود، وبعد عندما سقطت الهليكوبتر ووجدت جثة الأربعة من عسكريها قالت بأنهم خبراء في مكافحة الإرهاب. لم نرى مكافحة الإرهاب لحفتر في بالنسبة للدواعش لا في صبراتة ولا في درنة ولا في البنيان المرصوص. إذن كانوا يكافحون طموحات الشعب الليبي للحرية وللتطلع إلى دولة مدنية ويتطلع إلى دولة ترسي فيها قانون، ولذلك لا نحن لا نتفاجأ منها. بالعكس تصريحات السيد الوزير الداخلية فتحي باشاغا نعتبرها تصريحات جيدة ورائعة، والقرار كان جيدا ورائعا وفي محله. نحن لا نتعامل مع دولة تريد أن تقتلنا، لا نتعامل مع دولة تزود طاغية وفاسد بالسلاح من أجل أن يقتل شعبه، وهذا واضح جدا. وأنا أستغرب في فرنسا وكل حتى المبعوث الأمم الذي يتحدث عن الميليشيات ويتحدث عن ذلك، هل يستطيع أن يرى جموعا موجودة في بنغازي مثل هذه الجموع التي موجودة لديه؟ هو أين هي السفارات موجودة؟ لماذا لا يفتحوا قنصليات في بنغازي؟ إذا كانت هي موجود فيها الأمان الذي يتحدثون عنه فليفتحوا قنصليات في بنغازي ويرون كيف يكون الأمان. هم يأتون إلى الميليشيات لكي تحرسهم ولكي تؤمن لهم الحياة داخل العاصمة، وبعد ذلك يسمونها ميليشيات. يرون هذه الجماهير التي حتى تغص بميدان الشهداء سواء كان في مصراتة أو في طرابلس، ويرون أن عملية حماية وتأمين هذه المناطق من الصعب جدا في أوقات ما تتواجد فيها وضع أمني يعني غير سليم، لا يمكن تأمينها، فكيف يتم تأمينها الآن؟ هؤلاء يتعاملون بمنطق النفاق ومنطق المصلحة، ولذلك أنا أعتقد أن حفتر لديه عقود يعطيها لهم بالنفط بثمن بخس، ولهذا هم مصرين على ذلك بشركة توتال، وأيضا لديهم بعض الشركات التي كانت تتعامل مع ليبيا في قبل مطالبة إيقافها من قبل وزير الداخلية فتحي باشاغا. هذه الشركات الآن في هذا الوضع الاقتصادي التي تعاني منه فرنسا بالذات والتداول الاقتصادي وظهور السترات الصفر هو الذي يجعلهم الآن يبكون على هذه المصالح، لأنهم يخشون فقدان هذه المصالح، ولذلك يبعثون بهذه السفارة لتصدر بيان بدموع التماسيح على أنها مع الشعب الليبي مع وقف القتال. إذا كنت مع طيب الشعب الليبي مع وقف القتال، لماذا أربع مرات يتم تأجيل قرار وقف الاعتداء ومحاسبة المجرم على ما فعل؟ لماذا لا تقف فرنسا في هذا الاتجاه؟ كيف هي مع الشعب الليبي؟ كيف هي مع حكومة الوفاق وتأتي بقرارات ضد حكومة الوفاق؟ كيف هي مع حكومة الوفاق والحل السلمي وتزود حفتر بالأسلحة؟ لماذا تم القبض على هؤلاء الفرنسيين في تونس؟ لماذا تم إيقافهم ولديهم أسلحة ولديهم معدات استطلاع ولديهم حتى غطاء دبلوماسي؟ يعني هم أتوا ودخلوا لليبيا بحسب تصريحات الأمن التونسي على أنهم موظفون دبلوماسيون، وهذا أيضا يضع فرنسا في دائرة الاتهام وأنها فعلا تدعم حفتر على الأرض. أيضا حتى الطائرة التي سقطت في ضواحي بنغازي في 2017 أيضا تثبت الدعم الفرنسي لحفتر. لكن من ناحية أخرى أيضا
ربما لا يمكن إلقاء اللوم على الفرنسيين أو غيرهم. لدينا مندوب في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن لم يسمع صوته حتى اللحظة، يعني ربما أن يسلم مذكرة احتجاج كما يرى البعض لأمين عام الأمم المتحدة ينتقد فيها دور فرنسا، أو ربما حتى يعني يتكلم عما يحدث في ليبيا من جرائم ضد الإنسانية وقد وثقت وصورت حتى بكاميرات الهواتف. يعني لماذا اللوم على الفرنسيين أو غيرهم؟ لا، هو لا نلوم على حتى المبعوث الأممي، مبعوث ليبيا في الأمم المتحدة لا نلوم عليه مرات، لأن حقيقة اللوم على وزير الخارجية. وزير الخارجية قاسم وزارته إلى إدارات الساحة الأوروبية، الساحة الأفريقية، الساحة، أين هو، أين هذه هذه الإدارات؟ إذا كان الشعب الذي يجلس والمثقفين الذين يجلسون يتابعون حتى تقارير الصحف ويبحثون عن تحقيق فيها ويعلمون بالمعلومة عن طريق أصدقائهم ومن هم يعرفونهم للوصول إلى الحقيقة، كيف هذه الإدارات لا تتفاعل ولا تتعامل، خاصة أن إدارة حكومية لديها اتصال بوزارة الداخلية، لماذا لا تذهب الإدارة، لماذا لا تتعامل الإدارة الأوروبية مع وزير الداخلية ويقولوا له شو السبب أنت اللي درت القرار هذا؟ لماذا لا يصدرون بعد ذلك هم المذكرة وليس أن تبحث عنها وزارة الداخلية؟ لماذا لا يتحركون هؤلاء وبعد ذلك هم ووزير الخارجية يعملون مذكرة إلى المبعوث الأممي سواء الذي موجود هنا أو إلى مبعوث في الأمم المتحدة لتقديمها إلى مجلس الأمن؟ هذه هي الأمور الإشكالية في الروتين الإداري الذي يعتبره ضعيف، واعتبره أحيانا قد أقول أنه عندما يرى هذه المواقف ويرى هذا العالم يخشى ولا يكون لديه قوة في القرار وليس لديه قوة الوطنية حقيقة، أو أنهم ليس لديهم علم بما يحدث، أو أنهم خشوا. وأعتقد أن التسريبات الآن والاتجاهات الآن في حدود بعض التصريحات بعض الأمور تجعلك تستغرب في حديث وزير خارجية إيطاليا، وزير خارجية قطر، وكأنهم هم الليبيون وليس هذا الوزير الذي لدينا. أيضا الإدارة إذا كان الوزير خلب الموازين فأين هي الإدارات؟ أين هي سفارة ليبيا في فرنسا؟ أين هي سفارة طيب سفارة في المقابل سيد إيطاليا؟ أنا أقول سيد نقطة عصام. معلش أستاذ مصطفى، نقطة طيب طلعت عليها أن طيب مجلس النواب بعت وزير خارجية تبع مجلس النواب بعت برسالات للسفارات الليبية بأن يؤيدوا الجيش الذي يعتقده هو جيش حفتر ويقول لهم لابد من دعمهم وأن العاصمة فيها ميليشيات ويعمل هذه المذكرات. هل عملها وزير الخارجية الذي يتبع الوفاق؟ هل تفاعل معها؟ أنا أعتقد أن الذين هم في الموقف السيء هم الذين يشتغلون أفضل من الذين هم في الموقف الجاد. هؤلاء الآن لديهم دعم كبير جدا من ساحات وميادين الشهداء، ميدان الشهداء بطرابلس يكفيك يعطيك سند، ميدان مصراتة يعطيك سند أقوى، ولذلك والقوة على الأرض تعطيك. لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الارتجاف؟ لماذا هذه اليد الضعيفة؟ لماذا لا تأخذ المواقف؟ يا ناس أمامكم الله، اتقوا الله في الشهداء، اتقوا الله في الناس المدنية اللي تموت، اتقوا الله في الصواريخ وهل الناس وأكثر من 18,000 نازع، اتقوا الله حتى في القاف الشهداء اللي بيتوفوا. هذا هل يعقل بهذا الشكل أن تبقى الأمور بهذه الصورة؟ أعتقد أن الأمر غريب جدا، كأن ليس لدينا وزارة خارجية. حتى البيان الذي صدر بيان غريب جدا، بيان كأنه ليس دبلوماسي، بيان متاع طيب منظمات مجتمع هذا مدني. هذا من جهة سيد عصام، لكن أيضا بالمقابل سألت ذات السؤال الذي سأسألك إياه الآن للسيد علي حمزة الناشط الحقوقي الذي يتواجد في فرنسا وكندا، وأيضا السيد عماد الدين المنتصر الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ولك أنت أيضا كونك تتواجد في الأراضي التركية. لماذا لا تتواصلون مع وكالات الأنباء والصحف العالمية وتنسقون لهم في زيارات لليبيا للاطلاع على الوضع داخل العاصمة؟ يعني السيد علي حمزة قال بأن هناك وفدا من البي بي سي ينتظر مع من يتواصل حتى يستطيع الدخول إلى ليبيا، ربما عليكم البدء بالعمل قبل لوم غيركم. إشكالية مش فينا احنا يا أستاذ مصطفى، احنا نخرج على بعض القنوات ويتم اتصال، لكن هي المشكلة إشكالية عندما يذهبون إلى السفارات من أجل التأشيرات يعلقن أحيانا. هذه الإشكالية ونجي إشكالية هي موضوعة في هذا البرنامج، ولذلك أنا أقولها لك الآن الإعلام الخارجي اليوم صحى في هذه الأمور، باين اليوم حتى وجود بعض وسائل الإعلام التي هي وصلت إلى العاصمة الليبية طرابلس. التأشيرات هي التي تعرقل، أنا عندي حتى سمعت بعديد منهم، والبعض بدأ حتى في اتجاه العرقلة أن يطلبون من بعض الأشياء التي هي مثلا تتبع منه وأنت
هو هم يا ريت بغير يتبعوا حتى في التقارير اللي تنكتب. انا ما انا قبل ايام ريت ان في تقرير نزل تكلمت عليه صحفيه قالت لي لما اكتب هذا الكلام نزل بالنهاية هذا التقرير اخذته صحيفه المرصد، المرصد قالت لها انت الناقله مني انا لما اقول هذا الكلام. قبل كان يتابع الاعلام الخارجي ما يصدر عن صحفيين ويحتج اذا كانت المعلومه كاذبه، والان راينا في البدايه تفاعل مع الصحفيين الاجانب، لكن بعد ذلك لم نراه تواجدهم بصوره كبيره جدا، بالبعض منهم اختفى نتيجه عدم الحمايه ونتيجه عدم حتى حمايه الليبيين الذين هم في وسائل الاعلام التي هي تتعامل مع الاعلام الخارجي، وهذا واضح جدا في بعض منهم تم الاعتداء عليه ولم يتم حتى تدخل الاعلام الخارجي الا بكلام فقط، وهذا ما يجعل بعض الصحفيين الاجانب يخشون. لكنهم الان لديهم تعطش لليبيا، ونحن حتى عندنا اتصالات ببعض منهم، لكن المشكله تكون في السفاره، في السفارة هي كيف التعامل أو القنصلية كيف يتم التعامل لوصول هؤلاء وكيف يتم التعامل مع الإعلام الخارجي بتوفير بعض أسباب الراحة لهم من أجل أن يكون الأمر مسهل لهم في عملية عملهم. هذه هي الإشكالية وين تكون. لكن الغريب في الأمر أن لا توجد عملية استقطاب لهم، لا توجد عملية حتى تشجيعهم على الدخول إلى ليبيا، ولذلك أنا أعتقد أنهم الآن عرفوا هذه الأمور وبدأوا يستبقون إلى الأحداث. ثانيا أن الإعلام الممول بالإمارات والسعودية إعلام كبير جدا يتم استغلاله في هذا الاتجاه، يتم الدفع به. أنا قبل أيام، قبل يومين أظني، تحدث معي أحد الصحفيين العرب الذين يشتغلون في صحيفة أجنبية، قال لي بأن هناك صحف تروز لي صور موجودة لداعش داخل ميدان الشهداء. قلت له هذا هل يصدقه العقل؟ إذا كانت داعش موجودة في ميدان الشهداء، هل يمكن رئيس البعثة الأممية غسان سلام أن يكون في طرابلس؟ هل يمكن للسفارات أن تكون في طرابلس؟ هل يمكن للحكومة أن ترتاح وهم في ميدان الشهداء؟ قلت له هذا تركيب وهذه أشياء موجودة، هذا يراد به إظهار أن الإرهابيين موجودين في العاصمة لإصباغها بهذا الأمر. إذا كانت داعش موجودة هل يمكن أن تكون هذا الجمع الكبير اليوم اللي بالألاف في ميدان الشهداء؟ أنا أعتقد أن الأمور غريبة جدا في التعامل، لأننا نحن لم نرسل رسائل واضحة جدا في طيب الرسالة ربما كانت معليش أستاذ مصطفى في ضعف طيب. الإعلام الخاص بالحكومة والإعلام الخاص بالدولة ضعيف جدا جدا، ما زال إلى الآن إعلام موجود بالصبغة القديمة، لم يخرج بتقارير واضحة. إذن ربما عليكم سيد عصام، ربما عليكم الآن المطالبة بأداء أكبر للإعلام الحكومي أو حتى لإدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية، وليس الحديث عن دول أخرى. عموما بالحديث عن مظاهرات اليوم سيد عصام، ربما حتى في ليبيا قد وصلت السترات الصفراء التي تطالب برحيل ماكرون من الساحة الليبية، كما طالب المواطنون الفرنسيون برحيله من الرئاسة الفرنسية. الرسالة ربما كانت واضحة جدا. هي رسالة واضحة جدا واستفزاز لماكرون لكي يعلم أن الليبيين قرارهم بيدهم وليس القرار بيد حفتر أو قرار بيد محور الشر الذي يتكون من السعودية والإمارات ومصر، ولكي يبين له أنك ستسقط في الجزائر وستسقط في ليبيا، ولكي يبين له أن الليبيين أقوياء بإرادتهم وبحبهم للحياة المدنية ولا يريدون العودة إلى العسكر. هذا يدل على أشياء أخرى أيضا، أن الليبيين بإذن الله سيحاربون كل من سيقوم بأي اتفاقية وبأي عقد فاسد أو مزور للشركات من أجل استقطابها لضرب الليبيين وإعطائها عقود بأثمان بخصة، ستقابل بالمواجهة وستقابل بالقانون وستقابل بالتحقيق وستقابل بكل ما أوتوا بقوة، وخاصة المنظمات الحقوقية يجب عليها أن تكون في ذلك، منظمات المجتمع المدني، حتى لا تكون العوبة الشركات في سبيل تحقيق مصالح بعض الشخصيات من أجل حكم الليبيين وقهرهم. يجب أن يتم السير في الاتجاهات العديدة. أنا حتى في نقطة أقولها لك يا سيد مصطفى بالنسبة للإعلام، الإعلام الدولة عندما يكون قوي تبقى بعد ذلك حتى المرجعية لكل الأخبار الصحيحة والسليمة موجودة في إعلام الدولة. أما عندما يكون إعلام الدولة ضعيف، هناك إعلام مؤدلج، هناك إعلام مشري يأتي بصور ويأتي بكلام ويأتي بأشياء قد يصدقه الآخر، وخاصة أن هذا الإعلام مزود من الإمارات بالذات، موجود في الأردن، موجود بغرفة
دبي ولا غيرها يعطى له الأموال ويعطى له الأشياء الكثيرة والدعم اللوجستي مما يجعله قريبا من الواجهة. أنا أقول لك بصراحة الإعلام لا يعتبر شيء قوي بالنسبة منذ حكومة الإنقاذ إلى الآن، لا يعتبر شيء قوي لديهم، بالعكس هو سلاح قوي لكنهم لا يمونونه ولا يعطوه الدعم الكامل. يفترض الآن دعم وسائل الإعلام وإظهار حتى لها الحماية ومساندتها للوصول إلى الحقيقة وفتح المجال أمامها وتسهيل مهامها. متى كانت التناصح تقدر في المدة الماضية أن تدخل إلى ميدان الشهداء إلا الآن؟ وهذا صوت اختفى في ميدان الشهداء، الميادين لا معروف عنها إلا الآن ظهرت بصورة كبيرة جدا، ولذلك حتى ارتبطت الآن الميادين مع وسائل الإعلام في إظهار الحقيقة وزخت بالعدد الكبير جدا من أجل إظهار الشيء أمام العالم. هذه الصور سيتلقفها العالم الآن ويراها وسيدرسها. لا تعتقد أن العالم لا يثير لها اهتمام؟ يثير لها اهتمام ويعلم جيدا أن الأمر خطير جدا. أشكرك بالنسبة للأجندة. نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي والإعلامي عصام الزبير، كنت معي عبر الهاتف. قالت صحيفة نزافيسياما غاتيزا الروسية الجمعة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعبر بوضوح أكبر حول دعمه لحفتر علنا خشية تجاوز الخط الأحمر. كشفت الصحيفة وفق ما نقله موقع روسيا اليوم أن حذر الرئيس المصري سببه دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وأضافت الصحيفة أن هذه الدول بعد أن طاحت بنظام معمر القذافي لن تتنازل عن السلطة في ليبيا لنسخته حفتر وتسمح للدول بدعمه علنا. يذكر أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر زار الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث آخر تطورات الهجوم على العاصمة. قبل الختام تذكير بأبرز العناوين. متظاهرون في ميادين طرابلس ومصراتة ينددون بانتهاكات حفتر ودور البعثة الأممية السلبي. قوات الجيش الليبي تحصن ميليشيات الكرامة في مدينة غريان. بعد تصريح بشاغة بوقف التعامل مع فرنسا، السفارة الفرنسية تقول أنها تدعم حكومة الوفاق ولا تدعم هجوم حفتر. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وطيب المتابعة، ألقاكم غدا في أمان الله.